هو فين الكومباوند؟ فين بقى العمارات الشاهقة والجناين والبحيرة المباجة استرالي؟ لو سمحت. نعم، هي فين الشقق؟ هنا يا فندم بالظبط هيبقى في عمارة. ايوه بس اللي مكتوب هنا ان البلكونات على فيو وفي جراج وفي تراك وفي بحيره. ايوه في بحيره صحيح، في بحيره. فين بقى البحيره؟ تاكل شيش طاووق. شيش طاووق ايه؟ مش عايز انا شيش طاووق. فين البحيره؟ قدامك قد ايه يا ريس؟ نص ساعه يا باشمهندس. استاذ حسام جاي بدري ليه؟ مش قلنا تسليم كمان شهرين؟ انت هتسلمني في شهرين؟ ايه الهندسه حسين حطيته في العاوه؟ شوف الميكروفون عندك. بص حواليك كده، دي صحراء. فين ده بقى اللي في شهرين يا فندم؟ ده احنا بنسلم المرحله الاولى. انت بجد مصدق نفسك؟ انا باكد ان حضرتك هتسلم بعد شهرين. الارض صخريه اصلا. ما انا بحفر اهو. حضرتك حامل في الكام؟ في السادس. طب يا جماعه لسه معانا وقت في ايه؟ يا استاذ كريم احنا قدامنا 7 سنين ونخلص على فكره. اخلع انت هندسه الوقت. طيب ماشي، هما شهرين ما تلوش. اوعى تصدقهم. انا مستني هنا بقالي 4 سنين. اهدى اسمع مني. استاذ فريد بعد اذن حضرتك بس عايز حضرتك في موضوع. يا استاذ كريم انتوا بتضحكوا عليا. لا 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 يا فندم، ازاي الكلام ده؟ رهب. انا هجيب لك البحيره اللي انت عايزها. يا استاذ كريم انا عايز بحيره لوحدي. ما تقلقش يا باشا، انت والبجع قاعدين احلى ايام حياتك لوحدي. ما تقلقش خالص يا فندم، زي ما انت خليك في المضمون. ذا لوفت العاصمه الاداريه المرحله الاخيره، بنى المباني اكتمل وجاري تنفيذ الخدمات واللاندسكيب. استلم السنه دي وقصد براحتك. ذا لوفت، بيتك بين ايديك وخليك في المضمون.